مباراة ديال الديربي راه مباراة كبيرة، مباراة ديال الديربي ديال الدار البيضاء، مباراة الحمد لله اللي جميع العالم كينتظر كيتفرج فيها وكتشوف لها واحد الفنية لا بالنسبة للجماهير بالنسبة داخل رقعة الملعب. مباراة ديال الديربي الحمد لله مدينة الدار البيضاء يعني تنال الشرف ديال هاد القطبين ديال الكرة المغربية الوداد والرجاء اللي كيتوم معالم ديال محمد الخامس، كذلك الصحافة العالمية كتتابع يعني هاد المباراة هادي. كيفاش كتشوف المقابلة ديال الديربي خصوصا أنها جات النهاية ديال الموسم؟ فكنظن ديال كرة القدم يعني كتلقى يعني الوداد يعني بعد الموسم اللي كان شاق، موسم اللي كان فيه بزاف ديال التحديات، يعني الفريق بقى كيلعب على عدة واجهات يعني البطولة حتى لآخر رمق، كذلك نعس البطولة الإفريقية اللي بقى الجهة البسيطة كان يفوز باللقب، كتبقى هذه كرة القدم. الوداد ترسانة ديال اللاعبين اللي جوار كادر اللي جوار اللي عندهم واحد لي ميليتي عندهم واحد المناعة اللي كيعرفوا كيلعبوا تحت الضغط، كيعرفوا يلعبوا في مباريات كبيرة. كيفاش كتوقع المباراة خصوصا أن بزاف ديال اللاعبين ديال الوداد غتنتهي العقود ديالهم مباشرة المباراة؟ شوف بزاف ديال اللاعبين غتنتهي العقود ديالهم، أهم شيء هو كيلعب مع واحد الفريق اللي هو كبير اللي هو فريق ديال الوداد، فريق اللي كنظن أي لاعب ما تكونش معروف ما كيكونش معروف، ولكن ملي كيجي الوداد راه كترفع القيمة ديالو. غنشوفوا كاع غير مثلا بين قوسين فتحوا القوس ديال لوبتي يعني بورا وكذلك يعني موطي كذلك زولا، اللاعبين اللي كانوا في فرق اللي في شباب المحمدية، ولكن ملي جاو الوداد ولات القيمة ديالهم ارتفعت ولات عندهم واحد القيمة في البطولة وداخل كرة القدم المغربية. فكنظن اللاعبين بكل صراحة اللاعبين كتعرف بعد كما قلت بعد الخروج يعني يعني كنظن الرتبة الثانية في البطولة بقاو كينافسوا حتى الآخر لآخر مباراة، كذلك عصبة الأبطال الإفريقية اللي بقاو كينافسوا في النهائي كان جهة بسيطة كانوا يفوزوا فيها. كنظن الان الاهتمام ديالو هو هاد المباراه هادي، كنظن اللاعبين اللي بغاو ينتهي هاد العقود ديالهم، فكنظن اهم هديه يقدروا يقدموا للفريق انهم يفوزوا في هاد المباراه هادي ويخرجوا بواحد يخرجوا يعني بواحد التاهل ديال النهائي. رسالتك لجمهور كازابلانكا؟ فهو شوف رسالتي للجماهير الوداد ديال الرجاء معروفه، انه الحمد لله هاد الجماهير اللي الحمد لله كتاتت يعني المركب ديال محمد الخامس، اللي كنطلبوا منهم يعني ان الولوج ديالهم يكون يعني اللي عنده لو تيكي ديالو يمشي، ما بغينا نشوف بحال ديك المساله اللي وقعت ديك البنت في الجمهور ديال الرجاء اللي كانت واحد النقطه سوداء بالنسبه لنا حنا، يعني كانت البنت مسكينه كتفرج ولكن وفات المانيا. نتمنى تكون واحد الرقي، يكون واحد علو فكري ونكون بينه بان خاصه المغرب مقدم ان شاء الله على تدورات كبيره كاس العالم ديال ان شاء الله تكون في بلاد ديالنا. نتمنى تكون نانو حتى شرف حضور ديال 2030، كذلك يعني سيبيكم نتمنى يكون في المغرب، كذلك كاس العالم ديال اللي غتكون ديال البنات. فلكن واحد الاستثمار جيد، حنا رسالتي للجمهور انهم ان شاء الله يحجوا بكثره ونطبقوا واحد نعطيو واحد طبق كروي كبير، وكره القدم راه فيها الهزيمه وفيها انتصار.